الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هو حر يسوق البضاعة اللي حب في بلاده، وانا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف الا بالشعب الجزائري. فيما يخص الحوار مع الطبقة السياسية، أنا متفتح تماما للحوار مع كل من له نية إطفاء نار الفتنة والفرقة والتفرقة أيا كان. أنا مستعد للحوار معه، ومستعد للحوار مع إخواني الأربعة إن كانت لهم نظرة في هذا الميادين، مرحبا بهم. رشا دريدي. مساء الخير. مساء الخير سيدي. أولا أهنئكم. مساء الخير. سنة. أولا واش نطر خلاص قليلية. أولا هنيئا لكم فخامة الرئيس بهذا الفوز الكاسح بأعلى منصب في البلاد. إذا كما ذكرت حققتم فوزا كاسحا رغم محاولات متكررة لتعطيل حملتكم الانتخابية، إضافة إلى خطرات كثيرة رفعها مراقبوكم في عدة مراكز. أولا ما تعليقكم حول هذا الأمر؟ ثانيا الشعب اختاركم لخبراتكم في التسيير، نزاهتكم ولبرنامجكم الواعد، هل يحتوي برنامجكم على آليات النهوض السريع للاقتصاد الوطني؟ شكرا. شكرا. اولا انا ما نعلقش، لان اليوم اعتقد ان كل امور تقيم بخواتمها وختامها مسك اليوم الحمد لله. ما جرى فهذاك من شأن مؤسسات اخرى. بالنسبه للاقتصاد، ما هو بالطبع ما بين الأولويات النهوض بالاقتصاد ووضع حد لتقهقر الاقتصاد والقدرات المالية للبلاد. هذه ما بين أولوية الأولويات، لأن ما نقدرش نمشي إلا بالسياسة ونسمح في الاقتصاد، لأن اليوم كثير من المواطنين متخوفين على القوت اليومي نتاعهم، متخوفين على المرتبات نتاعهم، متخوفين على المصير نتاعهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في ظرف قصير توضع آليات اللي تخلي الأموال تاع الدولة ترجع ليها في الداخل وفي الخارج. نعطيكم فكرة بسيطة من الناحية الاقتصادية. لو تحكمنا في الاستيراد، ولما نقول نتحكم في الاستيراد راني التزمت ونلتزم من جديد أنني لا أحرم أي جزائري من أي شيء في خاطري، معليش. ولكن العبرة ما راهاش في الاستيراد تاع الحاجيات المواطن، سواء كانت حاجيات أولية أو كمالية. العبرة راها في تضخيم الفواتير. تضخيم الفواتير راها كارثة بالنسبة للاقتصاد الوطني. لما نتحكم في تضخيم الفواتير رانا ربحنا بالأقل 20-25% من ميزانية الاستيراد، وهلما جر من ربما قرارات ناخذها في هذا الميدان. فيه قرارات أخرى، فيه ناس ما دفعوش ضرائب، فيه، ولكني مانيش في سياسة تاع تخويف ولا سياسة، رانا في سياسة تاع تقويم، وتقويم يكون تلقائي. وانا متحقق باللي فيه كثير من الجزائريين اللي مستعدين يدفعوا شي اللي عليهم. سيد الرئيس من فضلك. ما كاينش هنا سيد الرئيس. تفضلي. أمينة بن نبي قناة النهار. سيد تبون، بداية يمكن الخطوات المقبلة هي تعديل الحكومة، هل ينوي سيد تبون الإبقاء على بعض الوزراء في الحكومة الحالية؟
وهل ستكون تشكيلة الحكومة فقط من الأحزاب أو الجمعيات المساندة له، أم يفتح حكومة توافقية للأحزاب المعارضة له، وكذا يمكن الأحزاب اللي دخلت معها السباق الرئاسي. ثانيا سيد تبون، في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية يمكن قيادة الأفلان شرعت أو نوت في دعم منافسكم عز الدين ميهوبي. سيدي اليوم، هل ينوي عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إبقاؤك عضو لجنة مركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أو نرى السيد عبد المجيد تبون ينشئ حزبا جديدا يمكن أنه يكون مولود حزب السلطة؟ شكرا. نجيبها لك من الآخر كما يقولوا الإخوة المصريين. ما هوش في نيتي أبدا أن أخلق أي حزب أو أي حركة سياسية. أولا المهمة نتاعنا الأساسية هو استرجاع هيبة الدولة ونزاهة الدولة ونظافة الدولة ومصداقية الدولة لدى الشعب، هذا هو الأساس. بالنسبة لساند ولا ما ساندش هذيك أمورهم، أنا ترشحت باسم المجتمع المدني والشباب والمعوزين، ما هوش في نيتي باش نخلق حزب. بالنسبة للحكومة نتمنى التوفيق من الله عز وجل، وانتم تعرفوا باللي أصعب مهمة هو تعيين حكومة، لأنها تفوت في المجهر نتاعكم ونتاع المجتمع ويشوفوا إذا كان فيه تغيير ولا ما فيهش. نتمنى إن شاء الله باش يوفقني الله عز وجل، وتكون لكم المفاجأة السارة أن أول مرة تشوفوا مجموعة من فتيات وفتيان تاع البلاد 26 27 سنة وزارة إن شاء الله.